حاضنة تقنية المعلومات والاتصالات حاضنة أعمال تهتم بالمشاريع التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. نهتم كثير ليس بمجرد الأفكار، وإنما الأفكار المثبتة علميا وممكن تحويلها لعمل تجاري. فدائما تركيزنا نبحث في مشاريع أنها تكون فيها إثبات علمي ممكن تحول لعمل تجاري وفيها نمو وفرص توظيف عالية. الحاضنة الآن تحوي تقريبا 32 مشروع، خرجنا إلى الآن تقريبا مشروعين. المشاريع تختلف من أجهزة إلى تطبيقات وبرمجيات إلى تطبيقات جوال، كلها تقع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ما يكون فيها ابتكار أو إبداع لشيء، إبداع جديد أو ابتكار وإضافة منتجات موجودة. بالنسبة لتحويل الأفكار، إحنا لما يتقدم لنا شخص بفكرة دائما نحاول نشجعه كيف يحولها إلى منتج، لأن الأفكار الموجودة عند الشخص وعند في العالم كثيرة، لكن الفرق واللي يصنع الفرق دائما كيف ينقلها الواحد إلى شيء عملي تطبيقي. ودائما نحاول نشجعهم، فنعطيهم دورات في كيفية تقييم الفكرة في البداية، نساعدهم مثلا في أبحاث السوق اللي يشوف إنه هل السوق يناسبه، هل السوق يتحمل منتج جديد مثل اللي بيسويه إذا كان منتج جديد أو خدمة جديدة. فدائما احنا نشجعهم انه لتحويلها الى شيء عملي ملموس، لان الفكره مجرده في الاخير ستبقى فكره اذا ما في احد يحولها الى شيء عملي. قدر الان عندها مكتب في القصيم ومكتب في جده، اضافه للتعاون مع باقي الحاضنات التي تعمل في الجامعات او في غير الجامعات، في عن طريق شبكه دعم الحاضنات في البرنامج تقوم بهذا الشيء. عندنا تعاون مع جامعات كثيره مثل جامعه الملك خالد، جامعه طيبه، جامعة الخرج، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فهد للبترول المعادن الحاضنة في الجامعة. فإضافة إلى الفروع الموجودة للبادر، تعاون موجود مع الجامعات كلها، لأن هدف الحاضنات كلها واحد، مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالقطاع التقني في المملكة.